جمعية رجال أعمال اسكندرية تعد أكبر مؤسسة غير هادفة للربح في مصر، ليها عدة أنشطة. من أكبر الأنشطة بتاعة الجمعية هو نشاط الإقراض متناهي الصغر. إقراض متناهي الصغر والمسؤولية المجتمعية، إحنا بنعتبر نشاط الإقراض متناهي الصغر اللي إحنا اللي بتقوم به الجمعية من خلال مشروع الإقراض المملوك للجمعية اللي بدأ سنة 1989، ده أداة تنموية، لأن إحنا من خلال المشروع مش بس بنقدم خدمات مالية للعملاء المشروع، ولكن خدمات غير مالية، ومن خلال المشروع بنساعد الدولة إن إحنا إنها تنمي النشاط الاقتصادي، ومن خلال إن إحنا بنخليهم يتحولوا من النشاط الغير الرسمي للنشاط الرسمي في مصر. حجم المشروع خلال ال 30 سنة أو ال 32 سنة اللي فاتوا تنامى بشكل كبير نتيجة المجهود الكبير اللي قام به مجلس إدارة الجمعية لدعم النشاط المتناهي الصغر في مصر. محفظة الجمعية النهاردة تصل إلى 4 مليار جنيه. عدد الفروع بتاعت المشروع على مستوى الجمهورية 106 فرع، وإحنا بنكمل فتح فروع لغاية آخر السنة، بنستهدف 116 فرع لغاية نهاية السنة دي، لغاية ديسمبر 2022. انتشارنا في المحافظات كبير، احنا واصلين 18 محافظة على مستوى الجمهورية. فبالتالي لما بنتكلم على الدور التنموي اللي بتعمله جمعية رجال أعمال اسكندرية طبقا لمسماها، فهو مش محصور في مدينة اسكندرية بس، لكن هو ممتد على مستوى الجمهورية كلها من خلال المشروعات بتاعتها. النهاردة حضورنا كان في المؤتمر، وانس وصلت لنا الدعوة لبينا الدعوة طبعا، لأن المؤتمر مهم جدا والجمع اللي في المؤتمر مهم جدا، لأن احنا شايفين ان احنا بلاير مهم في نشاط الإقراض متناهي الصغر في مصر، ومهم جدا نشارك في حاجة زي كده ونشوف الحراك اللي بيتم على مستوى الجمهورية كلها وعلى مستوى القائمين على نشاط متناهي الصغر. ودي مش أول مرة نحضر تبع CSR Egypt والمؤتمرات اللي بتنظمها، دي تاني او تالت مره بنحضرها على مستوى على 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 مدى 3 أو 4 سنين. الجمعيه ليها انشطه تانية غير نشاط متناهي الصغر، وهي تعد انشطه تنمويه كمان، زي مركز تدريب والتشغيل المهني فيتك، اللي من خلاله الهدف بتاع المركز هو التدريب من اجل التوظيف، وبعد ما بنطلع كوادر معينه جاهزه للتوظيف بنعرض عليها الاقراض متناهي الصغر عشان يبتدي المشروع بتاعه. ما بيبتديش المشروع بتاعه وبنسيبه ونديله فلوس وخلاص، لا، احنا عندنا كمان مراكز للتنميه البشريه. من خلال مراكز التنميه البشريه دي باخد المقترض او العميل بتاع المشروع وبديله كورسات وباهله ازاي يستخدم القرض اللي خده مني، مش بس بديله الفلوس واسيبه في سوق العمل ينجح او يفشل، لا، انا بفضل معاه لغايه ما نجحه. فبالتالي احنا بنعتبر والعميل بتاعي بيعتبرني احنا شركاء نجاح مع بعض، انا بديله الفلوس وبدعمه وبشاركه في نجاحه. مؤخرا مجلس الإدارة السنة اللي فاتت في 2021 تعاقد مع شركة كبيرة، شركة تأمين صحي كبيرة، عملنا تأمين صحي شامل لعملاء المشروع كلهم وأسرهم، ودي سابقة أولى في مصر، أول مرة شركة إقراض متناهي الصغر أو جهة أو هيئة بتشتغل في الإقراض متناهي الصغر تأمن على كل عملاء المشروع. عملاء المشروع وصلوا ل 600 ألف عميل. 600 ألف عميل مش معناهم أفراد، 600 ألف عميل معناها أفراد بأسرهم بالأفراد اللي بيعولوهم. فبالتالي لما بنتكلم على جمعية رجال أعمال اسكندرية بنتكلم على نشاط تنموي متكامل. النشاط التنموي المتكامل ده مش بس في اسكندرية وعلى مستوى الإقراض متناهي الصغر بس، لكن كل مشروعاتنا متكاملة مع بعضها وبتحقق نمو اقتصادي، وبنساعد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحقيقة وتوجهاتها من خلال الوحدات العمل بتاعت الجمعية.